ساعتين الأخير بحال تكون مشات لهم الذاكرة.
الجهة ديال الصبع ديالو الكبير، ومراتو لقات الكسوة ديالها تا هي مقطعة، حيدو حوايجهم وخلاهم برا ما دخلهمش، كانوا كيظنوها غتكون فيها شي مواد مشعة ولا شي حاجة ماشي هاديك. من بعد هادشي دخلوا دوشوا خوفا من ديك المواد المشعة حسب الاعتقاد ديالهم، وهما لحد الساعة مازال ما كيتذكروا حتى شي حاجة من داكشي اللي طرا ليهم ديك ساعتين. عرفتي باش طرا لك هادي وساعتين يمشي لك الذاكرة وتلقى حوايجك مقطعين، صباطك مقطع ومعقل على حتى شي حاجة، غتقول صافي حماقيتي. انا بعد هاد الحادثة هادي، اول حادثة اللي طرات ليهم بيتي، بدات كتحلم واحد الاحلام غريبة ما عمرها ما شفت بحالها. كانت كتحلم بحال راهي في لوبيتال ومع شي ناس، مع شي ناس كيديروا عليهم تجارب وفحوصات على الجسد ديالها وعلى الجسد ديال دوك الناس، وما فهمتش شنو السبب. انا زوجين ما بغاوش وما قدروش انهم يعاودوا هادشي للناس، لانهم خافوا ان الناس الاخرين غادي يضحكوا عليهم، يسخروا عليهم السخريه وغادي يكتبوهم، لان راه من العقل البشري الا مشيتي شي واحد عاودتي ليه هادشي ما غاديش يطيقك. ولا حتى اليوم دابا كاين اللي غادي يتفرج في هاد الفيديو، كاين اللي غادي يسمع هاد الشيء، وكاين اللي ما غاديش يتيق هاد الشيء. انا متاكده كاين اللي كاينه فئه اللي ما كتيقش، كاينه فئه اللي كتيق، وكاينه فئه اللي كتبقى عند الشك، يعني كتقول يمكن يكون بصح يمكن ما يكونش بصح. لكن انا كنامن، يعني كنامن بان كاينه مخلوقات ما يمكنناش نشوفوها، كاين شي حوايج اللي كيعلم غير ربي، يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى، فما يمكنش حنا نعرفو كامل كلشي. يعني ماشي اي حاجه كتشوفوها راه هي بوحديتها، اللي كاينين عالم اخر اللي ما كنقدروش نشوفوه بعينينا، اللي تيقول لك حتى تقر الواحد ما كيبقى ليه والو باش غادي يموت، كيتعلى عليه داك الستار اللي كيكون على عينيه وكيقدر يشوف داك العالم الاخر. المهم كل واحد والاوبينيون ديالو، كل واحد والاعتقاد ديالو، كنحترم كل واحد والاعتقادات ديالو. فالمهم بغيتي تيق هاد القصة، تيق ما بغيتيش ماشي مشكل، سمعها كأنها اي اسمر وناس. المهم بعد من هادشي دازت ليام وجات ليام وهو ما يمشيو عند البوليس. قالوا البوليس بانهم شافوا واحد الطيارة طائر، جسم طائر كبير، واكدت الشرطة الكلام ديالهم انهم شاهدوا بالرادار بان ليهم واحد الجسم طائر عجيب. يعني حتى الشرطة تأكدت لأن في الرادار باليوم جسم ماشي عادي وماشي طيارة، وشاف كل يوم راني شفت بالمنظار أن في ديك اللعبة كاينين مخلوقات غريبة الشكل، ولأنه خاف أن يظنوا أحمقا فكان قالك كتم السر. ولكن التفاصيل الأخرى كانوا كيخبروا بها بعض الأصدقاء والعائلة من الكنيسة، وكان لهاد الرجل ومرتو كان واحد الشهر هو عالم فيزياء. عاودوا لي هاد القصة وشنو طرا لهم، وقالت لي بيتي أنا كنشك بأننا تعرضنا لشي إشاعات. قال لها داك العالم خودي واحد البوصلة وقربي من السيارة، ولا تحركت ديك البوصلة بواحد الشكل
الزاوية ديال بيتي وديال بارني توقفات على العمل في واحد الوقت محدد، بقوت اللي بقات كدور بالزربة ما بقاتش كتخسرات، وما عاوداتش اشتغلت من بعد. بعد سنتين اقترح اليوم ضابط، واحد ضابط عسكري وهو الصديق ديال بارني، باش يزوروا الدكتور بنجامان سيمان، هو طبيب نفسي وخبير في التنويم المغناطيسي. يعني التنويم المغناطيسي هذه أشياء كاملة، التنويم المغناطيسي بزاف ديال الحوايج كيديروهم داخلين في علم النفس، كيقدر الطبيب أنه يديرها لك باش يشوف شنو المشكل ديالك، باش يحيدك من ديك النفسية اللي انت فيها. لأن بعض الأشخاص يكون عندهم بحال تقول اكتئاب او شي حاجه، ما عارفينش النفسيه ديالهم وما كيعرفوش السبب، فكيدير لك التنويم المغناطيسي ولا كيدير لك واحد التقنيه واحد اخرى باش كيكتشف ليك اشنو عندك وكيقدر يعالجك بدوك لي سيونس. وكان كيدير اليوم قلت لكم التنويم المغناطيسي، وكان كيدير يقوم بعلاج حتى الجنود مورا الحرب العالمية الثانية، باش كيتخلصوا من ديك الأفكار السلبية والصدمات اللي تعرضوا ليها في الحرب. لاحظتوا معايا دوك الواحد حيت كيتعرض للصدمات كتجي صعيبة بأنه يتخلص منها، فكيخصك ولا بد، وهادي ماشي حشومة، خصك ولا بد بحال تقول شي بسي أنه يعاونك باش تحيد من اكتئاب وداكشي اللي انت فيه. لان عارفه بزاف المغاربه كيقول لك لا مشي شي واحد عند بسي يعني مسطي مزنزن، لا بالعكس ما تاخذوهاش بهاد الفكره هادي. المهم جاو عنده وكلبو متبعو مع هاد الطبيب 6 شهور ديال الجلسات منفرده باش يتاكد غير من الصدق ديال الهضره ديالو. وكيدي اليوم التنويم المغناطيسي، وانا كيكتشف الطبيب العجب في كلامهم حيت قدروا انهم يتذكروا كل شيء بادق التفاصيل وعاودوا ليه اشنو طرا في هذيك الساعتين، وما كانوا ناعسين وكانوا كيعاودوا ليه اشنو طرا في ديك الساعتين. بالمناسبة هادشي خص شي واحد اللي متمكن هو اللي يدير لكم، عندكم تمشيو يعني تجربها راسك، او لا يعني تقدر تدخل لشي دوامة وما تقدرش تخرج منها، يعني تقدر تدخل لشي بلاصة وتبقى واحد ما تقدرش تخرج من ديك الفكرة، فهمتوا؟ وكانوا في ديك الساعتين اللي كانوا نساوا، فبداو كيحاولوا لي في ديك الساعتين شنو طرا بالتنويم المغناطيسي. والاحداث هي كالتالي حسب القول ديالهم، بعد ما نعزو بالتنويم المغناطيسي هو بعد ما رجع باني للسيارة ديالو خايف وشافت المخلوقات الفضائية وهرب للسيارة، هاد المخلوقات الفضائية قطعت عليهم الطريق وجات قدامهم وفتحت بيتي الباب ديال السيارة وحاولت انها باش تخبى في الغابة. شدها
سؤال طبيب المناول المغناطيسي عن الطريقة التي كان كتواصل بها مع هاد المخلوقات. قالت لي عن طريق التخاطر، وقالت لي كانوا كيتكلموا باللغة الإنجليزية كذلك، لكن بواحد اللكنة خاصة، أي أنهم تعلموها بطريقة أو بأخرى من البشر. وقالت بيتي للمخلوقات المخلوق الفضائي ما تدخلش فيها لبر عافاك، لأنها كانت خايفة، لكن هاد المخلوقات ما تمتش للنظرة ديالها. وقالت لي احنا غادي نقوموا بهاد الفحص بسيط وما غادي ترك والو. من بعد خشى فيها ليبرا وبدات كتغوت وبالجهد من الالم اللي جا، لدرجه ان الدكتور سيمان اضطر، انا لاحظته معايا، الى الشخص حيت كيكون نعس هو كيعاود الهضره ديالو، كتوصل لواحد اللحظه اللي الشخص كيتفكر فيها حاجه اللي مؤلمه بزاف، كيقدر انه يبدا كيغوت بزاف. ففي ديك اللحظه كيخصك تحبس العلاج، تحبس هادشي اللي كملتي، وتتعاود عاوتاني مره واحده من بعد. فهمتوا معايا؟ في ما كتكون شي حاجه ماشي هاديك، خوات ضرب عنيف او شي حاجه كيقول كيحبس في ديك الساعه. انا قال لك وقف الجلسه لانها كانت كتخيل شنو وقع ليها بنفس الطريقه، وكتشعر بنفس الالم حيت لانها منومه مغناطيسيا. وفي النهار الثاني عاوتاني نومها مره واحده اخرى وكملت لي القصه. انا شعرت بالالم. دار واحد المخلوق من هاد المخلوقات بوضع شيء في الجمجمة ديالها ووقف ليها الألم وما بقاتش كتشعر بتشي حاجة. وقالت للطبيب انهم كانوا كيديروا بعض الفحوصات قاسية كيألموها بزاف، او انهم جردوها من الملابس، تركوا فقط ملابس داخلية. بعدما انتهوا منها لبست ملابسها واخبروا انهم سيقومون بفحص زوجها. وقالت لهم بيتي القائدهم أن أعرف أنكم لستم من كوكب الأرض، وقال لي أن نحن لسنا من كوكب الأرض. وقدم لها المخلوق خريطة ثلاثية الأبعاد فيها نجوم مختلفة ديال العشم ومرتبطة بخطوط متكاملة أخرى متقطعة، وقال لي أن هذه الخطوط المتكاملة تعني أنهم دائما يسافرون في هذا الطريق بين النجوم، والخطوط المتقطعة كيمشيوا فقط للاستكشاف. وأخبرها الطبيب سيمان أن تحاول تذكر الخريطة بأدق التفاصيل وتحاول ترسمها لي. رسمت بيتي هاد الخريطة كما في الذاكرة ديالها وراتها للدكتور سيمان. كل سليمان سيمان، أنا كنقرأ لكم القصة بالدارجة لأنها ما مكتوباش بالدارجة. خذت الطبيبة الرسومات وعرض على واحد الأساتذة في علم الفلك، وقالوا لي أن هذه الرسومات مجرد هراء وليس لها أي دليل علمي. وسمعت بقصة الخريطة سيدة تدعى مرجوري، هاد الأستاذة، ولكنها حصل على أعلى معدل في اختبار الذكاء إيكيو. مشات عند بيتي للمنزل ونقلت لها هاد الخريطة كما هي، وعرضتها هي أخرى على أستاذة في علم الفلك، وقالوا نفس الشيء، أن هاد الرسومات مجرد وراء وليس صحيح، ولا شك أن صاحبها شخص مجنون لا غير. ولكن مارجوري رغم هاد الكلام كامل اللي قالوا ليها كانت كتآمن أن بيتي صادقة في كلامها، وعملت واحد المجسم للخريطة وبدأت تبحث في مراجع علم الفلك وكتعمل مقارنات، ولكن للأسف ما لقات حتى شي حاجة ليها علاقة بهاد الخريطة والنظام الشمسي اللي رسمته بيتي. أنا
الشمسي اللي رسمته بيتي في كل مرة كانوا كيشككوا مروري في الأمر. كانت كترجع للمنزل ديالها بيتي وكتجلس هي وياها وكتأكد واش بيتي فعلا كتشوف واش هي واش حمقة ولا ماشي حمقة. لقات أنها ماشي حمقة والتصرفات ديالها ما كتوحيش بأنها حمقة. وهنا مارجوري بقات متشبتة ومتأكدة بأن كلام بيتي حقيقي. حتى تطورت تكنولوجيا الفضاء والتلسكوب ولا هناك واحد الأقمار صناعية. وفي الأواخر ديال 1972 الأقمار الصناعية الحديثة والتلسكوبات الحديثة خدات صورة جديدة للفضاء واكتشفوا أنظمة شمسية جديدة وخدوا الصور وضافوها على آخر مطبوع لعلم الفلك. مارجوري أخذت هذا المطبوع الأخير وما تصدقات أشنو شافت. اكتشفت أنه كيحتوي على نفس الخريطة اللي رسمتها بيتي واللي صنعت منه مارجوري مجسم. وهذا يعني أن المخلوقات الفضائية متطورة جدا استطعت في ذاك الوقت باش تصور النظام الشمسي بهذه الطريقة اللي كتبتو حديثة بالنسبة لينا حنايا الإنسان. رجعت مارجوري لعلماء الفلك باش تسولو لهم نفس السؤال. هاد المرة كان الجواب مختلف وقلتو لها أن النظام الشمسي المكتشف مؤخرا هو نفس اللي في المجسم اللي صنعته مارجوري بناء على رسم الخريطة اللي رسمته بيتي. فعرف الجميع أن بيتي كانت صادقة والسبب الأخير بين العلماء ومارجوري أنه حتى لو كان معك أقوى تلسكوب أقوى قمر صناعي ما يمكنش تشوف النظام الشمسي إلا من أماكن محددة من الكرة الأرضية. وهذا الموضوع أثار بيتي ضجة إعلامية. عرفوا أنها صادقة وما كتكتبش طلبات المختبرات باش يقوموا بفحص ثياب بيتي ربما يتوصلوا لشي من هاد المخلوقات الفضائية. وفعلا فحوصات ولقاو أن الثياب كتأكد فعلا أن بيتي وراجلها جادوا مخلوقات ليست من كوكب الأرض. حيت أكدت 5 مختبرات على أن هاد المادة وردية اللون التي كانت على الثياب ديال بيتي وبروتين لا توجد على كوكب الأرض. وكان هذا الخبر كصحيح على العلماء والناس اللي كتبوا بيتي ولكي يزيد يأكد على الواقعية ديال القصة ديال بيتي وشهادة شخص يدعى بادا بكنز متخصص في قصص المخلوقات الفضائية والأجسام ديال السم الطائرة. كان كيستجوب ناس وكيقولوا لي أنهم تعرضوا لاختطاف من قبل الفضائيين وخلوا عليهم رسومات ورموز عند باد هابكنز وهي نفس الرموز اللي قالت بيتي أنها كانت على السفينة الفضائية باش تدخلوا ليها وهي ورجلها. وفي الجلسة ديال الطبيب سيمان سنة 1961 قالت بيتي أن واحد من المخلوقات وراها رموز على طابلت لوحة رقمية مثل اللي كنستخدموها اليوم ورسمت تلك الرموز على ورقة. وعندما شاف باد هابكنز لاحظ أنها كتنطبق تماما مع الرموز اللي رسمها الناس اللي استجوبهم من قبل. وفي الأخير بغيت نقول لكم أن قصة بارني وبيتي هي قصة غريبة وصعب أنكم تصدقوها، لكن اللي كيميزها أنها مدعومة بأدلة علمية. أبغيت نوريكم تصويرة ديالها هي وراجلها. هادي هي وراجلها. دويتي شنو درت؟ أنا نوريكم صافي. هاهي كتبة، هاهي تتقلبوا على القصة إن شاء الله الموضوع اكثر. مهم القصة ديال اليوم غتسالينا. نشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. فيديو اليوم بان لي طويل بزاف. نشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم.